السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحبابي في الله، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أفضل الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نقدموا واحد الوجبة تقليدية أمازيغية 100%، نتمنى تعجبكم بمناسبة السنة الأمازيغية أو السنة الفلاحية عيد النير، اللي هي عبارة عن تنسميوها احنا يا تاغولا بالامازيغية او العصيدة باللغة العربية. هاد تاغولا كدار في النهار 12 يناير، 12 يناير يعني الليلة ديال 13، وكاين اللي كيقول نهار 11، هناك اختلاف، ولكن عموما حنايا بالنسبة لينا احنا المنطقة ديالنا فنهار 12 كنديرو تاغولا. هذا مكان، اذا نتمنى تعجبكم. فالطريقه ديالها سهله، فقط كنديروا الماء يغلي، يعني تقريبا 2 لتر ديال الماء او 2 لتر ونص ديال الماء، تقريبا زلافه ديال البلبوله، وكنديروا معها الملح حسب الذوق وقطرات من زيت الزيتون. صافي كنخليوها حتى كتغلي، بمجرد ما كتغلي كنخلطوا مزيان بطبيعه الحال باش ما تشكلش لينا دوك الكويرات غروموس. كنخلطو مزيان ومن بعد كنخليوها تغلي على خاطرها، حتى كنحسو بان دوك الكروموس ما بقاوش. صافي كنخليوها تغلي مزيان، اون فوا كتغلي مزيان كنضيف ليها واحد شويه ديال اما السمن اللي عنده السمن او مجرد قطعه من الزبده. صافي كنخلطو مزيان، ما كنتوقفوش نهائيا عن الخلط، كنخلطو كنردو البال حيت كطير، كنردو البال عفوا باش ما تحرقناش دونك، وكنخلطو الا اضطرينا نقصو النار نقصو النار الا كنتو خايفين تطير عليكم اولا شي حاجه. صافي وكنبقاو نخلطو حتى كنحصلو على القوام اللي بغينا. الا حسينا بانها مازال ما طابقش البلبوله ديالنا فبطبيعه الحال كنضيفو ليها شويه ديال الماء دائما وحنا كنخلطو حتى كنحسو، لان انا ما رطبتش البلبوله قبل، كاين اللي كيرطبها دونك الا بغيتو ترطبوها كتكون سهله في الطياب، وعموما راه الطياب ديالها بين 30 حتى 40 دقيقه كاع بلا 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 ما تكون مرقده بلا ما تكون فازقه زعما قبل. صافي كنخلطو مزيان حتى كتولي عاقطه، عاد باش كنطفيو عليها كما كتشوفوا. وكنتمنى تجربوها وتعجبكم، فهي بالنسبة للوقت البرد فهي سخونة كتكون زوينة، وكذلك زوينة للنساء الحوامل، زوينة اللي فيهم البرد، يعني هذه وجبة صحية 100%، كانوا كيعتمدوها جدودنا ومن غير زعما صلة الأمازيغية، حتى في الأيام العادية كنديروها، فهي زعما لذيذة جدا، وكنديروها كذلك للأطفال الصغار، فكنعقل بمجرد ما كيدير الطفل أو الرضيع أسبوع فكان كيطيبوها ليه، ولكن ماشي بالبلبولة إنما بالدقيق ديال الشعير، الدقيق ديال الشعير كنطيبوه مزيان مزيان، فهو صحي جدا للرضيع. أسبوع خلينا معايا أسبوع بعد الولادة يعني، وما كيوقع لهم والو، حنايا كبرنا بها الحمد لله، يعني صحية 100%. وكذلك المرأة الحامل أو المرأة المرضع فهي كتكون صحية لها وتساعد على إدرار الحليب، يعني زعما صراحة وجبة متكاملة، زعما نتمنى تجربوها واكيد غادي تعجبكم. وهاد الطريقه هذه كاينه حتى عند الاسبان، انما هما كيديروا بالبلبوله ديال الذره، وفي امريكا اللاتينيه كذلك كيسميوها موسيلينا على ما اظن. وهذه هي كما كتشوفوا، ها انتم بدات كتعقد، شوفوا معايا بدات كتعقد، كنزيدو نخلطو. فكما كنقول لكم الا شفتوا بانها مازال ما طابتش مزيان، فباش كنعرفوا بانها طابت يعني ما كيبقاش داك اللون الابيض في الحباس ديال البلبوله، يعني كيكونوا وملي كتذوقوها كتكون كتذوب في الفم، كتجي طبار يعني ما كتحسوش بديك البلبوله مدايره في الفم، يعني كتذوب. ها انتما ايوا، نتمنى تجربوها شتو كيفاش كتجي.
فعلا رائعة وتستحق التجربة بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوهاش، وبالنسبة للناس اللي كيعرفوها وما كيعرفوش يصيبوها، فهذه هي الطريقة ديالها. فملي طابت ليا كنزيد ليها شوية ديال الزيت البلدية، زيت البلدية الحرة اسيت بيرخين اكسترا، وكنعاود نخلط او زيت ارغان بحال اللي يعجبكم. ولا عجبكم الفيديو هذا هو الطبق النهائي، الا عجبكم نتمنى تشتركوا في القناة وديروا اعجاب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنشكركم على المشاهدة، شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم الزوينين، التعاليق الجميلة، الوفاء ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف. وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.